الخطبة اليوم صلاح الدنيا بصلاح الدين. كما هو معلوم ما يجري لإخواننا في غزة وما يتعرضون له من هجمة شرسة من اليهود، نسأل الله عز وجل أن يخزيهم وأن ينصر المسلمين على من عداهم، آمين. حقيقة كما هو معلوم أن هذا الدين وهذه الأمة لا تنصر لا بعدتها ولا بعددها، وإنما برجوعها إلى الله عز وجل. فإذا أردنا أن تعود راية لا إله إلا الله فوق العباد والبلاد، لابد أن تعود الناس إلى إرضاء الله عز وجل وإلى طاعة الله عز وجل حتى تنتصر هذه الأمة. نسأل الله عز وجل أن يكتب النصر لأمته، آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله في السراء وفي الضراء، وإخواننا في غزة وهم في القصف المستمر من الصهاينة المجرمين ويقولون الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ونحن كما بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم فإن موعدكم الجنة إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يحشرهم في زمرة الشهداء وأن يلعن الصهاينة المجرمين، آمين. اللهم آمين. اليوم يوم جمعة ونحن في بيت من بيوت الله في حي الإخاء جامع الله أكبر، أدينا صلاة الجمعة ونحن مسلمين الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. صلاة الجماعة لها أثر كبير في نفوس المسلمين، ونحن دائما من رواد هذا المسجد، ونتمنى من الجميع أن يحرصوا على هذه الصلاة. ونحن متألمون لإخواننا في فلسطين وفي غزة، ندعو لهم بكل ما نحب ونرضاه أنه يخفف الله عنهم، وندعو لهم ونبتهل أن تكونوا يد واحدة على الصهاينة المارقين.